السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. مرحبا بكل متتبع جديد عاد انضم للقناة ديالي، أرحب بك وأدعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى وصلك جميع الفيديوهات اللي كنقدم في هذه القناة. مرحبا بالمتتبع الأوفياء اللي دائما مساندين للقناة، كرحب بكم مجددا وكنطلب منكم أنكم تبارطاجيو القناة مع الأصدقاء والصديقات ديالكم باش توصل لأكبر عدد من المستفيدين إن شاء الله. إذا مرحبا بكم في هذا الفرض اللي هو فرض من فروض المراقبة المستمرة، المستوى السادس ابتدائي سيزيام اني دو لونسينيمون بريمير، المرحلة الثالثة من الدورة الثانية لا لونغ فرونسيز، وبالضبط لاكتيفيتي دو ليكسيك. بالنسبة للفروض اللي ديجا درت معاكم غادي تلقاهم في الديسكريبسيون، اللي باقي ما تفرجش يمشي لا ديسكريبسيون وغادي يلقاهم، يلقى لي ليان يتفرج بتأني وان شاء الله غادي يفهم وغادي يمشي مزيان في الفروض ديالو مع الاستاذ ديالو في القسم. اذا مرحبا بكم في هذا لا فيديو. لاكتيفيتي دو ليكسيك اجوردي عندنا هنايا كاتر كاستيون سون تري سامبل، غير تبعوا معايا غادي تستافدوا ان شاء الله وغادي تتبعوا، وانا متاكد ان شاء الله غادي تخرجوا مستفيدين من هذا الفيديو. اذا لا بروميير كاستيون، رونج لي مو دو لا ليست سويفونت دون لورد الفابيتيك. دونك هاد لا ليست عندنا بزاف ديال الكلمات غادي نحاولوا نرتبوهم سولون لورد الفابيتيك، يعني سولون ترتيب الابجدي ديال حروف اللغه الفرنسيه. هاد السؤال هذا دائما كنحطو في جميع الفروض لانه مهم بزاف، حيتاش مزيان انك تعرف كيفاش تشرشي، مزيان انك تعرف كيفاش تبحث دون لو ديكسيونير، ومزيان انك تفهم الترتيب ديال الحروف ديال اللغه الفرنسيه. صافي، اذا نبداو. بطبيعة الحال باش نرتب هاد الكلمات خصني نمشي توجور لا بروميير لتر، دونك ايسي ار، ايسي ام، ايسي بي، ايسي تي، ايسي اس، ايسي تي. A B C D E F G H I J K L M. دونك عندنا M هادي الأولى. دونك ماشين، ماشين، ما هي مشات ليا ماشين. A B C D E F G H I J K L M N O P. P بورتابل، 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 مشات ليا بورتابل. A B C D E F G H I J K L M N O P كيلون، ار 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 روبو، دونك روبو، ار اس تي اس سيونس، 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 داكور سيونس، اس تي تي كتبقى ليا الاختيار ما بين تكنولوجي او بيان تيليفون. غندوزو، دونك عندنا او، او كتسبق او اكسون ياك، ولكن مثلا حنا نعتبرهم بحال بحال. ندوزو للحرف اللي مورا او، عندنا هنا سي وهنا ال، دونك سي كتواجد قبل من ال، دونك تكنولوجي، تكنولوجي، اي ابخي عندنا تيليفون، تيلي تيليفون. صافي، وها حنا رتبنا بكل بساطة وسهولة. دوزو لا دوزيام كاستيون، سويف افيك موا توجور. رولي باغ اون فلاش، غادي نربطو بواحد السهم. عندنا لو مو، عندنا الكلمة، عندنا سون انتونيم يعني الضد ديالها. صافي، دونك هنا فابل، دونك فابل يعني الضعف، سال يعني متسخ، تريستس يعني الحزن، غابيد يعني السرعة ولا سريع. دونك هنا لون يعني بطيء، هنا فور يعني قوي، هنا بروبر يعني نظيف، وهنا جوا اللي هي الفرح. دونك ضد ديال الضعف هي القوة، دونك فابل فور، داكوغ. دونك هذا هو الضد، دونك سا سي لانتونيم. اها سال متسخ، نمشيو لا بروبر، بروبر سي بيان. تريستيس جوا، رابيد سي لون. دونك هنايا نكتبوهم، فابل ضد ديال فور، عندنا سال ضد ديالها بروبر، عندنا تريستيس ضد ديالها جوا، وعندنا رابيد ضد ديالها لون. Passons à la troisième question maintenant. Suivez avec moi. Troisième question. Donc, barre le mot intrus dans chaque liste. Dans chaque liste. Had les listes bjouj bihom. Ghadi nhaoulo. Nchattbou ala les kalimat dakhila. Donc, on a dit, siri l'oula, on a dit télé, souris, satellite, télécommande. Télé, hiya telfaza, souris, ou alfar, satellite, li huwa alqamar sinaï, télécommande, huwa télécommande. Yani, li kantahakmo fih bach nchalou telfaza, ou lantfiouha, ou lantbdlou alqanawat. دونك هنايا كلمة واحدة اللي داخلة هي سوغي، نشطب عليها، داكوغ. دونك سوغي هي، دونك سوغي هو لانترو. شارو، تيليفون،
روبو تابلت. دونك هذا شاغو، هنا تليفون هنا روبو تابلت، هذوما كاملين بحال بحال، تليفون روبو وتابلت سون دي تكنولوجي، هذوما متعلقين بالتكنولوجي، وشاغو ما متعلقش بالتكنولوجي. داكوغ، دونك لي مو انتخو اس اليونا سوغي و اليونا شاغو. داكوغ شاغو. Passons à la quatrième question et la dernière question, suivez avec moi toujours. Donc, la quatrième question souligne les antonymes dans chaque phrase. Donc, nous allons essayer de nous trouver les antonymes. Dans chaque phrase, nous avons le mot ou le dialogue. D'accord? Et son antonyme. Donc, Nadir a acheté un téléphone puis il l'a vendu. Nadir a acheté un téléphone puis il l'a vendu. Donc, nous avons acheté, acheté ou nous avons vendu. Donc, acheté, yeah, de dire vendu, d'accord, vendu. B, le directeur entre et sort de son bureau. El modir dkhal w kharej min el bureau dialo. Donc on a عندنا entre et sort. Entre de dire ça, il sort. Il y en a C ici, cet ordinateur est plus ou moins neuf. Donc on a had el hasob هو plus ou moins neuf, يعني تقريبا جديد. Donc plus ou moins. Plus. Plus. تديلها هي moins. أكثر ولا أقل. صافي. Donc هادشي اللي كان عندنا في هاد لا فيديو اللي كان كيخص لاكتيفيتي دو ليكسيك بور لو نيفو 6ام اني دو لونسينيومون بريمير بالي 3 المرحلة الثالثة من فروض المراقبة المستمرة. الدورة الثانية من المستوى الدراسي السادس ابتدائي الموسم الدراسي الف. كنتمنى انكم تزيدوا دعموا قناة تربويات مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقى وصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. اللي مشترك يزيد يبارطاجي القناة مع الاصدقاء والصديقات ديالو باش توصل لاكبر عدد من المتتبعين والمتتبعات. اللي باقي ما شافش كاع الفروض اللي درت في القناة بالنسبة للنشاط العلمي وكذلك لي زاكتيفيتي دو فرونسي كومبريونسيون دو ليكري غرامير كونجوغيزون اورتوغراف واليوم الليكسيك. يدخل لا ديسكريبسيون غادي يلقى بزاف ديال لي ليان، غادي يلقى بزاف ديال الروابط فيهم كاين الفروض. واللي بغى بي دي اف يتواصل معايا في الرقم ديال الواتساب 0673 84 89 46. رقم ديال الواتساب يقول لي بغيت بي دي اف ديال الفرد الفلاني وغادي نحاول نصيفطو له ان شاء الله. كنتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. زيدوا دعموا القناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى وصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. اضرب لكم موعدا في فيديو قادم ان شاء الله من فروض السادس ابتدائي في لابرودكسيون دو ليكري. كنت معكم انا الاستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.